أهلا بكم إلى أهم أخبار الجزائر وهذه عناوينها: انتشال 6 جثث لغرقى خلال يوم واحد، مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مرور بتشارت، والسباح صيود يحطم رقما قياسيا بتحقيقه 6 ذهبيات. انتشلت مصالح الحماية المدنية 3 جثث لغرقى في شواطئ متفرقة بولاية الجاية خلال آخر 24 ساعة، كما تدخلت لانتشال جثتين بولاية مستغان وجثة غريق آخر بشرشال في ولاية تبازة خلال الفترة نفسها. لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور ببلدية تسنينة في ولاية تيارت، تمثل في انحراف وانقلاب سيارة نفعية، حيث تم نقل المصابين إلى أقسام الطوارئ في مستشفى السوقر. تمكنت عناصر الحماية المدنية من إخماد حريق في دائرة يسر بولاية بومرداس والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى البيوت البلاستيكية والمساكن المجاورة، بعد أن أسفر عن احتراق 2 هكتار من الأدغال والأحراش دون تسجيل أي خسائر بشرية. أكدت مصادر إعلامية تأجيل إدارة مانشستر سيتي حسم ملف انتقال اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز إلى نادي الأهلي السعودي إلى غاية معرفة القرار الفني النهائي لمدرب الفريق بيب غوارديولا في استمرار اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا مع الفريق من عدمه. حقق السباح الجزائري جواد صيوط في إنجاز تاريخي في الألعاب العربية المقامة في الجزائر بنيله 9 ميداليات ذهبية من أصل 9 سباقات شارك فيها، رافعا رصيد الجزائري من الميداليات الذهبية إلى 54 ميدالية. حكم القضاء الفرنسي بالسجن لمدة تصل إلى 2 على 7 فرنسيين متهمين بتنفيذ هجمات عنصرية على جزائريين في ليون، تعود حيثياتها إلى عام 2019 خلال احتفالات الجزائريين بالتتويج بكأس أفريقيا. نهاية النشرة وإلى اللقاء.